السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من داخل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: السر الخطير الذي اكتشفه الأطباء بعد تشريحهم للمتوفين بفيروس كورونا. سر خطير جدا. طبعا الطب الشرعي له دور هام جدا في اكتشاف أسباب الوفاة وكيفية الوفاة ووقت الوفاة. طيب احنا النهاردة جبنا الجثث المتوفاة بفيروس كورونا علشان نشرحها، علشان نعرف سبب الوفاة. طبعا كل العالم معتقد أن الوفاة بسبب فيروس كورونا بسبب التهاب رئوي حاد وفشل في الوظائف التنفسية. هم وجدوا إيه بقى؟ وجدوا إن مفيش أي التهاب حاد، مفيش التهاب رئوي حاد خالص. وجدوا إن في لزوجة عالية جدا في الدم وتجلط، لزوجة عالية جدا في الدم وتجلط، ومن ضمن التجلطات اللي موجودة تجلطات في الرئة. وأول ما بيحدث هذا التجلط المريض بيخش العناية المركزة ثم يتوفاه الله. طيب ده بيدينا لمبة حمراء. الأطباء بيتدخلوا إزاي في العناية المركزة؟ بيدوا مسيلات للدم، بيدوا مسيلات للدم، يقوم الجلطات تذوب، يقوم الأعراض بتاعة المرض تنقشع تماما. طب المسيلات زي إيه؟ أقول لحضراتكم المسيلات زي كليكسان، والكليكسان ده فيه منه تركيزات كتيرة، 20 و40 و60 و80 كليكسان. أيضا ماريفان ده من ضمن المسيلات. ايضا كلوبيدوجريل اللي هو الكلوبيكس او البلافيكس، يا ده الاثنين نفس الماده الفعاله كلوبيدوجريل. كذلك الاسبرين. نقول بقى الاسبرين زي ايه؟ في اسبرين مضغ زي الاسبيري كارلو 81 أو الأسبوسيت 75، أسبوسيت 75، أو جوسبرين 81 أيضا، أو أسبوسيد، أو أسبرين بروتكت لحماية القلب، أسبرين بروتكت، أو الريفو. شكله الريفو هو اللي هيحل المشاكل كلها، ولكن احترس. الريفو تركيزه 320، لكن المسيلات اللي هي بتتاخد دي 75 او 81 او 100 ميلي جرام، فما ينفعش انت تاخد يوميا ريفو. اضافة الى ان قرص الريفو غير مكسو بكسوة معوية، فينزل المعدة يعمل قرح في المعدة. طبعا جميع المسيلات لا تؤخذ إلا بإرشاد ومتابعة السادة الأطباء. تاني، جميع المسيلات لا تؤخذ إلا بإرشاد ومتابعة السادة الأطباء. لكن لو حضرتك فوق 40 سنة وقاعد في البيت وحصل استجنيشن، ما بتتحركش للدم بتاعك، ممكن اللزوجة بتاعته تزيد، وبالذات لو حضرتك من أصحاب البزازات. مين أصحاب البزازات؟ الأخوة المرضى بالتدخين، اللي ملوش كيف ملوش دماغ. دي المقولة بتاعت المدخنين، لأن السيجارة الواحدة بتزيد من لزوجة الدم، وبناء عليه يزيد احتماليات التجلط. فلو حضرتك في البيت ممكن تاخد أسبرين بروتكت قرص بعد الفطار يوميا.
اسبرين بروتكت، او مضغ اسبري كارلو قرص مضغ يوميا، او اسبوسيد قرص يوميا، او اسبوسيد العادي قرص يوميا، او جوسبرين قرص يوميا. ده الاسبرين. لو عندك ريفو ممكن كل 3 ايام تاخد قرص بس بعد الاكل. كل 3 ايام تاخد قرص ولكن بعد الاكل، حتى لا ينزل هذا القرص على الغشاء المخاطي المبطن لجدار المعدة فيثقبه محدثا قرحة المعدة. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجت اي طبيب ولا اي صيدلية ولا اي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.